بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها على مجموعه من الاكاذيب والادعاءات الباطله ضد النادي الاهلي. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحاجه عايز اتكلم فيها، يعني معرفش الناس دي بتتنفس كذب، الناس دي بتتنفس تدليس، الناس دي ما تقدرش تعيش في جو من الصدق. لازم اكذب، لازم افبرك، لازم ادلس، من غير كده ما اقدرش اعيش. واحد من المتحدثين الرسميين لاحد الاندية واللي ملأ الدنيا سخابا ودقيقا ان النادي بتاعنا مش هيلعب، والكرامة اولا والكرامة ثانيا والكرامة عاشرا، ورجع لعب من اول كف ومن اول قلم لعب وما اتكلمش. هل معنى كده ان انت ما بقاش عندك كرامة؟ هذا الشخص الغير سوي طلع يتكلم ويقول ان لولا الموقف بتاعنا دي كان الدوري هيستمر الى ما لا نهايه. يا سلام، هو معلش مع احترامي، يعني هو ايه اللي حصل قبل وبعد؟ ايه اللي حصل قبل وبعد؟ الدوري هو هو، الجدول هو هو، لا في ماتشات اتشالت من هنا اتحطت هنا، ولا في ماتشات اتشالت من هنا اتحطت هنا، هو هو. اي حد هيطلع يدعي كذبا وزورا وبهتانا انه طلع بمكاسب من الموقف بتاعه او من الانسحاب او من غيره، هذا كذب وتدليس. مفيش مكسب انت كسبته، بالعكس انت الخاسر الاكبر، انت الخاسر الاكبر. فما تطلعش تدلس وتكذب عشان تقنع القطيع بتاعك وجمهورك ان انت طالع كسبان. لا، الناس اللي بتفهم في جمهورك عارفين ان انت الخاسر الاكبر. سيبك بقى من العيال المطبلطية الرخاص اللي ملهمش لازمة، اللي بيبيعوا نفسهم على الصفحات عشان يخشوا يدوك لايك او يخشوا يطبلوا لك في الكومنتات. لا، اي انسان عاقل ربنا ميزه عن باقي الكائنات الحية بالعقل هيقدر يقولك ان ناديك خد على دماغه، لا اكتر ولا اقل. عايز اقول في عيل اسمه حسن حمامة، ده عيل من ضمن المدلسين. قال لك جرى ايه؟ ها جرى ايه يا جماهير النادي؟ يو ويل نيفر ووك الون، مش هنسيبك تمشي لوحدك يا زمالك، احنا طول العمر جنبك يا زمالك. ايه يا جماهير، هتسيبوا الزمالك عشان غلطة؟ ها؟ هتسيبوا الزمالك يلعب لوحده؟ يقول نيفر ووك الون يا زمالك، مش هتمشي لوحدك أبدا يا زمالك. قال لك مين الولد اللي صاحب فكرة مقاطعة مباريات الزمالك؟ على فكرة اللي بيدير الجروب بتاع الجمهور بتاع الزمالك اللي بيحضر الماتشات، في جروب كده، واخد بالك؟ قانونا 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 هو محظور بحكم محكمة، بيحضر الماتشات وبيتسهل له الماتشات وتحت سيطرة احد المسؤولين الكبار في النادي، بيقول لهم يمين يمين شمال شمال، احضر احضر، ما تحضرش ما تحضرش، اشتم اشتم، ما تشتمش ما تشتمش. فلو حد خلاهم ما يحضروش الماتش هو المسؤول ده حمامة، وانت عارف قوي كويس قوي هو المسؤول. قال لك الاتحاد الافريقي برعاية الاهلي هيوقعوا الزمالك. يا ابني انا مالي، انا كنادي اهلي انا مالي، انت ليه يا ولد بتدخلني في موضوعك؟ هو انا كنادي اهلي بالراحة كده عشان بعض المعاتيه اللي احنا بنقابلهم في حياتنا، انا كنادي اهلي هل انا اللي رحت جبت ابن شيكابالا ورميته في حضن ابوه وقلت له خد لازم الواد يطلع يمسك الكاس؟ يا اما مش هدخلك البيت النهارده،
انا اللي رحت مسكت احمد سليمان من ايده وسحبته من ايده، قلت له تعالى يا احمد يا سليمان لازم تمسك الكاس تلف بيه الملعب الاول قبل ما يسلموه للناس. انا اللي رحت جبت الشماريخ اديتها لعيبه الزمالك خليتهم يلفوا بيها ويرموها في المدرجات. ما تتكلم معايا عدل يا معتوه، تكلم عدل يا بتاع البليله، يا يا حسن يا حمامه يا بتاع البليله. ادي يا عم عقليه الناس اللي احنا بنتعامل معاها. تخيل بقى لما يبقى في ربع الناس اللي في حياتك بتعاملهم بالعقليه دي، ده انت بتبقى حياتك جحيم يا جدع بجد والله. حياه صعبه جدا انك تتعامل مع عقليات بالشكل ده، عقليات شايفه ان النفس اللي حواليها في مؤامره، الجو الحر ده مؤامره من الاهلاويه. الاهلاويه عايزين يخلونا نعرق، واخد بالك، ونحتر ونموت عشان نقل، عشان يبقى هم صاحب الجماهيريه العليا. في حاله حرقان في بعض البرامج وحزق من اجل اعاده مباراه سموحه وبيراميدز. امبارح تعرف السكريبت منين متوزع، وتعرف ان في دفع فلوس وتقبيض للناس دي، لما تلاقي برنامج واثنين وثلاثه طالعين يتكلموا على نفس الفكره في نفس الوقت، تعرف ان ده اسمه ايه؟ سكريبت مدفوع. سكريبت مدفوع. مين اللي دافع؟ الله اعلم. السكريبت ايه؟ اقول لك السكريبت ايه. السكريبت ان احنا نطلع كلنا نهاجم، نطلع كلنا نهاجم رابطه الانديه واتحاد الكوره عشان يدونا نقاط ماتش سموحه، يدوا البيراميدز نقاط ماتش سموحه، بالرغم ان اللائحه واضحه وصريحه. واحد زائد واحد يساوي اتنين. اللائحه بتقول ايه؟ انقطاع التيار الكهربي اكتر من 45 دقيقه احسب الماتش للفريق الضيف 2-0. لكن لو الماتش اتلغى بسبب ظرف قهري، الاساس والسبب الرئيسي ظرف قهري، يبقى انت تعيد الماتش من بدايته. طب اللي حصل في ماتش السموحه وبيراميدز، هل اللي حصل انقطاع تيار كهربي وبعد كده الحريقه، ولا الحريقه واثرت على التيار الكهربي؟ الحريقه واثرت على التيار الكهربي. طب الحريقه لما حصلت بفعل فاعل، ولا بسبب الظروف المناخيه والطقس والدرجات الحراره العاليه؟ بسبب درجات الحراره العاليه. اذا تتعاد المباراه؟ لا. مجدي مقشة حرام التيشيرتات، واكل ورث اخواته البنات، واللي جاله اكس 6 عشان يفتح اتحاد الكوره يوم الجمعه ويأيد عبد الله السعيد. اكس 6 وقتها كان ب 2.5 مليون جنيه، النهارده عامله 10 مليون جنيه تقريبا. تمام؟ قال لك لو بيراميدز راح الاتحاد الدولي هياخد الثلاث نقاط. وعمال يحزق، ويعني كان هاين عليه كسر الاستوديو. ما هو الدفع عالي، خلي بالك. حلقه زي دي اقل من 10,000 20,000 دولار لواحد زي ده ما ياخدش. عشان يطلع يهرتل الهرتله دي، ما هو فلوس يا باشا، فلوس بتدفع كتير. الغسالة اللي شغالة دي، اوعى تفتكر ان الموضوع صدفة، اوعى تفتكر ان الفلوس المليارات اللي عمالة تتصرف دي ببلاش، ولا حد عرقان فيها، ولا حد تعبان فيها، غسالة وبتغسل وبتنشر. فتروح لكلب زي مقشة حرامي، او الولد التاني اللي اسمه، اللي كان بيلعب في النادي الاهلي سابقا مع الكلب اللي اسمه اسلام التافه، كلهم شويه كلاب، ارملهم عظم، ارملهم دولارات، يطلعوا يهوهوا الليل ونهار. فالراجل عامل الحلقه امبارح لحاجتين: واحد، بيراميدز احق بنقاط ماتش سموحه. الناحيه الثانيه، القناه اللي فيها الهجاصين نفس الحكايه، بيراميدز الاحق بنقاط ماتش سموحه. عايز اقول لك امبارح حرامي التيشيرتات جاب خطاب مفبرك من اجل الغاء الدوري. ايه اللي حصل؟ الاتحاد الدولي يا جماعه له موقع،
ولو بوابة على المنصة او ما اعرفش بيتقال عليها ايه، ايقونة كده تدوس عليها تخش ان انت تبعت شكاوى او تبعت استفسارات، في ايقونة اسمها ميديا، فبديك ايميل تخش تكتب عليه اي استفسار او اي سؤال، وبيرد عليك بعد ايام، بعد اسبوع، بعد شهر، بترد عليك. فالحرامي عمل ايه بقى؟ حرامي التيشيرتات بعت خطاب بشخصية غير موجودة، باسم تاني خالص، ان الحقونا اغيثونا اغاثكم الله، الدوري المصري اللعيبة بيولعوا فيهم، اللعيبة بيموتوهم باللعب الساعة 4 العصر، ودي أجواء غير أدمية، والإجهاد الحراري والتعب الحراري والتعب البتنجاني والحقونا، ودي أجواء غير أدمية، وبيعاملونا معاملة العبيد ومعاملة السخرة، فالحقونا. فإيه؟ فالحقونا. فترد على الجواب والاستفسار ده او الاستغاثه دي ان الاتحاد الدولي بيطالب ان يكون في محاولات لاقامه المباريات في اجواء تضمن سلامه اللاعبين. لكن السؤال يا جماعه، طبعا الحرامي طالع يقول لك ايه، الاتحاد الدولي قال الغوا الدوري. دول جنوب افريقيا درجات الحراره اللي بتوصل 50 ما بيلعبوش بالنهار، وما بيلعبوش اصلا غير بالنهار، ما بيلعبوش غير بالنهار في درجات حراره بتوصل 45 و50. هل الاتحاد الدولي قال لهم الغوا الدوري بتاعكم؟ لا، قولا واحدا، لان انت كاتحاد كوره انت الملزم بتحديد المواعيد بتاعتك وفقا لرؤاك. انا عندي قرار من رئيس مجلس الوزراء ان ما تلعبوش الساعه 8، العب ماتشك الساعه 4 بالنهار. هتقدر تقول لأ؟ ساعتها حرام التيشيرتات اللي اترمخ على موضوع التيشيرتات اللي سرقها بتاعت المنتخب بتاع الأفلام بتاعت السيكو سيكو على الهواء مباشرة قدام مصر كلها، ساعتها يقدر ينطق؟ ده قرار دولة، الفيفا ملوش علاقة، ده شأن داخلي، ده شأن داخلي. أمال هم عملوا الكولينج بريك ده ليه؟ عملوه ليه؟ عشان في درجات الحراره العاليه تدي للعيبه اوبشن ان هم يرتاحوا. ما كانوا على كده بقى الماتشات اللي بتتلعب في امريكا الجنوبيه وفي اماكن مرتفعه عن سطح البحر ما يلعبوش البطولات ويلغوها، لانها مفيش اصلا اكسجين، اللعيبه مش قادره. مش هقول لك بقى درجات حراره، انت ممكن تتاقلم مع درجات الحراره، لكن تخيل الاكسجين اصلا قليل والرطوبه عاليه. خلاص يا جماعه بطلوا البطولات والغوا البطولات عشان خاطر مقشة بتاع افلام السيكي ميكي عايز يلغي الدوري، وجاب عيل تافه معاه زملكاوي عايز برضو يلغي الدوري، فعمالين ينكشوا ورا الغاء الدوري، عمالين ينكشوا ورا الغاء الدوري. مدحت شلبي عجبني جدا امبارح، شلبوكا ملك الدربوكا، قال لك الكلام اللي بيتردد ان الزمالك تم تلبيه مطالبه من اتحاد الكوره ده ضحك على الدقون، ده ضحك على الدقون، والزمالك تم التعامل معاه بطريقه فيلم صرخه نمله، عيش نمله تاكل سكر. قال لك حسين لبيب طلع يقول حققنا وعملنا، لكن الحقيقه مفيش حاجه من المطالب اتحققت، لا الحكام اتوقفوا ولا الجدول اتغير، وعامر حسين لم تتم اقالته، وبريرا مكمل لاخر عقده. انت تزوق قرارك العاطفي الغير مدروس، لكن وجهه نظري انك خفت تلاعب النادي الاهلي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا شلبوكا يا ملك الدربوك. هو ده القرار، هو ده الكلام، ان الزمالك ما كسبش حاجه، ان الزمالك ما حققش حاجة، ان الزمالك هرب بس من النادي الاهلي ومواجهة النادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا.